بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع حل التقويم التجميعي الثامن والأخير مادة لغتي للصف الثاني الابتدائي، نظر المعلم إلى حازم وقال: لقد تحدث الجميع إلا أنت يا حازم، فماذا تحب أن تكون؟ رد حازم بفخ: سوف أكون رجل إطفاء، أخمد الحرائق وأسعف المصابين. قال المعلم: كل المهن نافعة يا أبنائي، فالوطن يحتاج المعلم والطبيب والمهندس والطيار ورجل الأمن ورجل الإطفاء والحداد والنجار والفلاح، وهؤلاء جميعا يسهمون في بناء الوطن وتقدمه. أختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مفرد مصابون مصاب، ضد أخمد أشعل. أخمد يعني أطفئ، ضدها أشعل. استخرج من النص 4 كلمات تبدأ بهمزة قطع. أنت، أبنائي، أكون، أخمد، أسعف، أن. كل هذه كلمات تبدأ بهمزة قطع. الجملة التي تمثل أسلوب استثناء مما يأتي: تحدث الجميع إلا حازما. هذه هي الجملة. يرغب فواز أن يكون طيارا كي ينقل المسافرين. كي ينقل المسافرين. أصل الكلمات باسم الإشارة المناسب: أطباء، هؤلاء، مهندسان، هذان، كتاب، هذا، معلمتان، هاتان، طائرة، هذه. أصف كل مهنة بجملة مفيدة. الممرضة تساعد المرضى وتداويهم. على شوية عشان تكفي. الممرضة تساعد المرضى وتداويهم. المعلم يسهم في تربية الأجيال القادمة.
المهندس يساعد في بناء الوطن. الممرضة تساعد في المرضى، المعلم يسهم في تربية الأجيال القادمة، المهندس يساعد في بناء الوطن. املأ بطاقة التعريف الآتية مثلا أو لاسمي، اكتب اسمك هنا مثلا محمد الشهراني أحمد راني منصور والدي. اي حاجة بقى، أسامة النهدي، عبد الإله جمال، عبد العزيز ماجد، أسامة النهدي، اي اسم. تمام. بعدين مدرستي، أو مثلا التربية الأهلية بالخبر، التربية الأهلية بالخبر. أصلي، أو مثلا ثاني باء، ثاني باء. أعمل شرطة ميلة كده هنا، شرط مدينتي الخبر، أو الزهران، أو الدمام، أو الطائف، أو مكة، الحي الذي أسكن فيه مثلا الخمر الشمالية. أكتب حسب المطلوب، هذا إملاء منسوخ، ننسخه ونلاحظ، نكتب الحرف كما هو. هذا إملاء المنظور، من حق الوطن علينا أن نتطوع في خدمته وأن نعمل بجد لنسهم في بنائه. هذا للأم أو الأب يملي الأولاد. وفي الختام لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، القناة عليها قوائم من الصف الأول للصف السادس، اللي عنده قريب أو صديق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.